مشاهدينا الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب هذه الحلقة هي الحلقة السابعة في الرد على الدكتور منقذ السقار وعلى كتابه هل افتدانا المسيح على الصليب والذي يحاول فيه بشتى الطرق أن يشكك في تاريخية الصلب وأن ينفي صلب وموت المسيح ويعتمد في نقده ورفضه لصلب وموت المسيح، لا على براهين قدمها اله الاسلام والقران ورسول الاسلام، لكنه يحاول ان يطعن في مصداقيه الروايه الكتابيه. عشان كده موضوع حلقه النهارده هو تحت عنوان: هل اتفقت الاناجيل الاربعه على حقيقه صلب المسيح وموته؟ يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو اديت الكتاب المقدس لاي شخص لاي شخص مش مسلم ولا مسيح ما يعرفش حاجه لا عن الاسلام قال ايه عن المسيح ولا عن المسيحيه بتقول ايه عن المسيح اديت له الاناجيل الاربعه وقلت له اقرا لي الاناجيل الاربعه وسالته سؤال هل المسيح صلب ومات هتكون اجابته ايه بكل تاكيد بكل تاكيد اي شخص هيقرا الاناجيل الاربعه هيطلع بحقيقه واضحه وضوح الشمس وهي ان المسيح مات ودفن صلب ومات ودفن دي الحقيقه زي ما هيطلع ايضا بحقيقه القيامه والظهور لكن انا بتكلم هنا عن الصليب ان المسيح قد صلب ومات ودفن اي شخص حتى لو مستوى فهمه ومستوى تعليمه بسيط أول ما هيقرأ الرواية اللي مذكورة أو الأحداث اللي مذكورة في إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا عن صلب المسيح هيطلع بهذه النتيجة المسيح حقا صلب ومات ودفن عمره ما هيطلع بي بي بملخص مختلف عن كده عمره ما هيطلع ويقول اه اقدر اقول انه في ثلاث اناجيل بياكدوا موت المسيح لكن في انجيل ممكن ينفي موت المسيح عمره ما هيطلع بالكونكلوجن ده لكن المحصله العامه اللي هيطلع بيها حقيقه موت المسيح عشان كده هل اتفقت الاناجيل على حقيقه صلب المسيح وموته بكل تاكيد الاجابه هي نعم وعشان كده لما نرجع الى محاولات الدكتور منقذ وغيره انا بسميها المحاولات الفاشله كويس الغريق اللي بيتعلق بالشاي يريد ان يبحث عن اي شيء يرضي ايمانه هو بان المسيح لم يصل هذه المحاولات بيعتمد فيها الدكتور منقذ على الاختلافات البسيطه اللي مذكوره بين الاناجيل اللي بيسميها تناقضات في الروايه وكلمنا عن موضوع ده الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبله هذه الاختلافات لا تتعارض أبدا مع حقيقة موت صلب وموت المسيح لا تتعارض مع وجود هذه الاختلافات لكنه متى بيأكد موت صلب المسيح وموته مرقس بيأكد صلب المسيح وموته لوقا بيأكد نفس الحقيقة ويوحنا بيأكد نفس الحقيقة فالاربعه متفقين قلبا وقالبا على حقيقه ان المسيح صلب وان المسيح مات دي الحقيقه فكل المحاولات اللي بيعملها الدكتور منقذ دي محاولات فاشله محاولات انسان يائس لا ترتقي لاي مستوى من حتى الفهم البسيط ل النصوص الكتابية طيب السؤال المهم بقى هل اتفقت الأناجيل على حقيقة وتاريخية صلب المسيح؟ هل لما نقرأ الأناجيل وندرس الأناجيل نجد أن متى ومرقس ولوقا ويوحنا اتفقوا جميعا على أن المسيح بالحقيقة صلب ومات؟ هل نفى أحد البشائر هذه الحقيقة يعني لو قريت متى لوحده هطلع بالحقيقة دي ولا هطلع بحقيقة مختلفة لا هطلع بنفس الحقيقة لو قريت متى لوحده هطلع بالحقيقة أن المسيح فعلا صلب ومات لو قريت طيب مرقس هطلع بنفس الحقيقة أن المسيح فعلا صلب ومات ماذا عن لوقا نفس الحقيقة المسيح حقا صلب ومات ماذا عن يوحنا نفس الحقيقة المسيح صلب ومات مفيش حد فيهم شذ لا مفيش حد طيب آه وانت بتقراه زرع جواك الشك انه الحقيقه دي ما حصلتش لا الاربعه متفقين ومفيش واحد من البشاير نفى حقيقه صلب وموت المسيح طب ايه هي اهم الحقائق التي اتفقوا عليها يعني احنا لو جبنا الاربع اناجيل كده كويس دكتور موركس السبع عشان يخرج من من المأزق القراني اللي عنده كويس بيحاول يدور على اشياء بره يسميها تناقضات يسميها اختلافات وريفر كويس لكن ايه هي اهم الركائز والحقائق اللي بخرج منها لما اقرا الاربع اناجيل اعتقد هناك خمسه. حقائق لا تقبل الشك ابدا مرتبطه انا بتكلم هنا على الصلب والموت. آه القيامه ده موضوع اخر لكنه مش يعني قصدي مش هو موضوع النهارده، انا بتكلم على حقيقه الموت وحقيقه وحق الصلب وحقيقه الموت. في خمس حقائق مرتبطين بصلب وموت المسيح. الأربع أناجيل متفقين عليها كلها. إيه هي؟ أول حقيقة، القبض على المسيح. متى أكد الحقيقة دي ومرقس أكدها ولوقا أكدها ويوحنا أكدها. وهتكلم عنها بالتفصيل. دي أول حقيقة. مفيش واحد فيهم قال إن المسيح هرب. مفيش واحد فيهم قال إنه الجنود فشلوا في القبض على يسوع. مفيش واحد فيهم قال انهم لم يجدوا يسوع في بستان جثيماني. مفيش واحد فيهم. الاربعه لا مش هعمل كده عشان ايه دي علامه على لحسن حد يفكر آآ يعني آآ بطريقه خاطئه. الاربعه اتفقوا على ان المسيح قد تم القبض عليه في بستان جثيماني. الحقيقه الثانيه الاربعه اتفقوا على ان المسيح حكم من قبل رؤساء الكهنه نقراها في متى ونقراها في مرقس ونقراها في لوقا ونقراها في يوحنا المسيح تمت محاكمته من قبل رؤساء الكهنه سواء في بيت رئيس الكهنه او في مجمع السنهدرين كويس وكان الحكم انه مجدف. لكن ما يقدروش يتمموا حكم ينفذوا الحكم الا بموافقه الرومان. فبالتالي اخذوه الى الرومان. في ذلك الوقت كان الوالي هو بيلاطس البنطي. الحقيقه الثالثه اللي بياكدها الاناجيل الاربعه ان المسيح ايضا تمت محاكمته من قبل بيلاطس البنطي. يبقى دول كام حقيقه؟ يبقى دول ثلاثة كويس أول حقيقة حقيقة القبض على المسيح تاني حقيقة حقيقة محاكمته من قبل رؤساء الكهنة ثالث حقيقة حقيقة محاكمته من قبل بيلاطس البنطي أو الحاكم الروماني رابع حقيقة أنه حكم على المسيح بالصلب حكم على المسيح بالصلب الأربع أناجيل بيأكدوا الحقيقة دي كويس الحقيقه الخامسه ان المسيح الذي حكم عليه بالصلب وليس شبيه له الخرافات دي كويس لكن المسيح الذي حكم عليه بالصلب هو نفسه الذي مات ودفن واحنا بنقرا الاناجيل الحقائق الخمسه دول واضحين وضوح الشمس ولا يستطيع احد ان ينكرها الا اذا كان فعلا شخص يا اما بيكذب يا اما بيجهل يا اما ما بيعرفش القرايه والكتابه فالحقائق دي واضحه وضوح الشمس وانا النهارده بكلم المشاهدين سواء المسلمين او المسيحيين لما تقرا الاناجيل اقرا الأناجيل بتخرج بأيه بخرج بالحقائق دي كلها مجتمعة معا لا أستطيع أن أنكرها خمس حقائق لا تستطيع أن تنكرها شوفوا الحقائق الخمسة دول فيهم تفاصيل كثيرة جدا فيهم تفاصيل كثيرة جدا يمكن أكتر من سبعة وخمسين أو تمانية وخمسين تفصيلة جايين تحت الخمس حقائق دول يعني القبض عليه بنجد مثلا يهوذا وقبلة يهوذا وقطع ودن عبد رئيس الكهنة وإلى آخره ففي تفاصيل بتجدها محاكمة يسوع قدام رؤساء الكهنة في الشهود الزور في محاكمته من قبل قيافة وحنان في أيضاً يعني التهمة التي وجهت إليه محاكمته من قبل بيلاتوس بنجد بيلاتوس ومحاولته إنه إنه يطلق يسوع ومحاولته إنه يجلده ويطلقه حراً وكلام مرات, مرات بيلاتوس وباراباس في تفاصيل كثيرة تحت كل نقطة كويس هذه التفاصيل الكثيرة بنجد مجموعة موجودة مجتمعة في الأربع اناجيل وبنجد ممكن تفصيلة موجودة في ثلاث أناجيل وبنجد تفصيلة أخرى موجودة في إنجيلين لكن على الأقل المجموع العام كويس بنجده مذكور في الأنجيل الأربعة أكثر من ثلاثين تفصيلة مرتبطة بموت المسيح صلب المسيح وموته مذكوره في الاربع اناجيل. ويعني لو حطيت لحضراتكم الموضوع ده عشر حقائق وردت في انجيلين اتنين يعني احنا قلنا انه كل انجيل بيكتب بيكتب لغرض فبياخد سيلكشنز معين من احداث الرب يسوع. ممكن واحد يذكر قصة التاني ما يذكرهاش لأنها مش بتخدم الهدف والمستمعين اللي هو هيوصلهم الرسالة 16 حقيقة وردت في ثلاث أناجيل وعندي 31 حقيقة وردت في الأناجيل الأربعة لما نيجي الحقيقة الأولى هل المسيح تم القبض عليه أم لا هنا يجي الدكتور ممكن يقول لي أنا متفق معاك المسيح قد تم القبض عليه متفق معاك في النقطة دي؟ إنه فعلا المسيح كان تم القبض عليه. بس أنا مش بتكلم أنا أنا همشي مع نفس الشخص يا دكتور منقذ لحد لما يموت ويدفن. هل المسيح تم القبض عليه أم لا؟ نقرا كده. المسيح في بستان جثيماني. الأربع أناجيل اتفقوا على أن المسيح بعد العشاء الاخير الذي صنعه المسيح مع تلاميذه انه ذهب الى بستان جثيماني. البعض ذكر اسم البستان، البعض اكتفى بالبستان، البعض اكتفى باللوكيشن بتاعته. هنشوف دون. يعني مثلا متى 26 يقول لنا حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعه يقال لها جثيماني. فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى امضي واصلي هناك يبقى ذكر ليا متى المكان وذكر كمان اسمه مرقس وجاء الى ضيعه اسمها جثيماني فقال لتلاميذه اجلسوا هنا حتى اصلي لما جئني نيجي وخرج ومضى كعادته الى جبل الزيتون ادان اللوكيشن الكبيره اللي فيها بستان جثيماني لما نيجي ليوحنا قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون اللي فيها ايضا موجود جبل الزيتون اللي فيه ايضا بستان جثيماني الاربعه اتفقوا على ان المسيح خرج وراح الى مكان البعض ذكر لنا اسم المكان والبعض ذكر لنا اللوكيشن الكبيره بتاعه المكان زي ما اقول انه المسيح خرج آه الى اما اقول مثلا انا فلان ذهب الى مصر الجديده ده كبيره مصر الجديده لكن ممكن اقول فلان ذهب الى ميدان تريانف حته في مصر الجديده اسمها ميدان تريانف او راح الى روكسي ده طبيعي انا بنبقى اشيل نفس المكان بس الكل اتفق على ان المسيح كان في بستان جسيماني المسيح ذكر هنا في الأربع أناجيل أنه تم القبض عليه وهو في بستان نيجي الحقيقة أخرى حقيقة القبض على المسيح هل تم القبض على المسيح أم المسيح حرب يقول هنا وفيما هو يتكلم متى 26 إذ يهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على فكرة قبلة يهوذا لم تكن من أجل أن اليهود لم يكونوا يعرفون المسيح لكن لأن دول اللي جايين معاه كانوا جنود للهيكل وجنود رومان لكن عامة الشعب كان يسوع معروف عندهم كويس هنا يقول لنا انه تم القبض عليه إنه يقول لنا وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ في لقاء 22 وبينما هو يتكلم إذ جمع والذي يدعى يهوذا إحدى الاثنى عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله يوحنا 18 لنا فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاءوا الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح يبقى عمليه الخروج والذهاب الى بستان جسيماني قد تمت بهدف القبض على المسيح الاربع اناجيل اتفقوا على الحقيقه دي انا لسه هنا بتكلم عن اول نقطه وهي حقيقه القبض على المسيح انه فعلا الاربع اناجيل بتؤكد هذه الحقيقه الاولى ان المسيح قد تم القبض عليه طيب ايه اللي حصل اثناء القبض بطرس خرج سيفه ونرى الحقيقه دي موجوده في الأناجيل الأربعة يقول الكتاب وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة مرؤس لنا فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة بلوء يقول لنا وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى فأجاب يسوع وقال دعوا إلي هذا ولمس أذنه وأبرأها ثم أن سمعان بطرس في يوحنا 18 ثم سمع ان سمعان بطرس كان معه السيف فاستل وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه اليمنى وكان اسم العبد منخس فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. طبعا رسول الاسلام ما يعرفش التفاصيل دي ولا ولا يذكر عنها شيء ولا القران يعرفها ما يعرفها ولا يذكر عنها شيء. وعايزني انا اقتنع بها وهنا اجد اجد الحدث ومرتكبه واسم المجني عليه وعمل يسوع تجاهه وتوبيخ يسوع لبطرس اجد اجد تفاصيل كثيره هنا. تفاصيل كثيره وده بيأكد لي بيأكد لي حقيقة القصة بيأكد لي حقيقة الحدث التفاصيل الكتيرة دي بتأكد لي فعلا أنه قد تم ما ذكر هنا أن بطرس استل سيفه ضرب عبد رئيس الكهنة قطع أذنه المسيح مد إيده وشفاه المسيح وبخ بطرس هذا العبد اسمه منخ في ايه تاني لماذا لم يذكر لي رسول الاسلام حدث واحد مرتبط بصلب المسيح لماذا لماذا لم يقل وعندما أتى اليهود للقبض عليه في بستان جسيماني اختطف الله مثلا لأنه أساسا هو لا يعرف بستان جسيماني ولا يعرف إيه اللي حصل ولا عنده معرفة باللوكيشنز ولا معرفة بالأحداث فيذكرها ليه ويكسف نفسه هو يلغيها وخلاص وده اللي عايز يقنعنا بيه الدكتور منقذ عايز يقنعنا انه آه من غير اي أدلة المسيح لم يصلب البراهين الكثيره اللي بيقدمها الكتاب تسد عين الشمس والحقائق التي يذكرها الكتاب المقدس المرتبطه بصلب وموت المسيح كثيره لكن زي ما قلت الدكتور منقذ وغيره هم في ورطه وما عندهمش حل يخرجوا من الورطه دي او يبقى شكلهم حلو الا انهم يتعانوا في الاناجيل الاربعه لانه فشل في انه يجيب لنا برهان من عنده. فشل يجيب لنا برهان من عنده. طيب اجي الى الحقيقه الثانيه، احنا قلنا الحقيقه الاولى حقيقه القبض على المسيح. الاربع اناجيل متفقين على هذه الحقيقة بما لا يدعو أبدا للشك الحقيقة الثانية لما تم القبض على المسيح المسيح أول ما قبضوا عليه جابوه إلى فين جابوه يحاكم محاكمة دينية أمام رئيس الكهنة نقرأ الحقيقة دي كثيرا جدا في الأناجيل الأربعة اي واحد هيقرا الاناجيل أربعة هيعرف عن مؤامره رؤساء الكهنه هيعرف عن الكلام اللي قالوه للمسيح هيعرف عن التهم التي وجهت اليه هيعرف عن الاحداث التي حصلت اثناء المحاكمه هيعرف كل الحقائق دي انما رسول الاسلام بك سكتم بكتم لا حس ولا خبر فهو لا يعرف شيء عن حنان، ولا يعرف شيء عن قيافه، ولا يعرف شيء عن دار رئيس الكهنه، ولا يفقه شيء عن السنهدريم، ولا يعرف شيئا عن مدار، فعشان كده ما يخشش فيها. لكن الكتاب المقدس يذكرها لنا بالتفاصيل. محاكمه المسيح من قبل رؤساء الكهنه. شوف أول حاجة المسيح يحاكم من قبل رؤساء الكهنة ماذا قالت الأناجيل الأربعة عن هذا الأمر نقرأ في متى 26 والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ طبعاً هو في الإسلام لا يعرف حاجة عن الكتبة ولا يعرف الفرق عن الفرق ما بين الكتبة وما بين الشيوخ anyway ولا يعرف حتى مين قيافه ده. مرقس 14 فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنه فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنه والشيوخ والكتبه. لؤ 22 فاخذوه وساقوه وادخلوه الى بيت رئيس الكهنه. في يوحنا 18 ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به الى حنان اولا لانه كان حمى قياف ايضا التفاصيل دي ايه التفاصيل دي التفاصيل دي ما يعرفش يكتبها واحد الا اذا كان واحد فعلا عايش الاحداث دي وعارف العلاقه ما بين قيافه وحنان نقول كده لرسول الاسلام مين قيافه يقول لك ما اعرفش طب مين حنان يقول لك ما اعرفش امال ليه بتتكلم عن الصليب انما يوحنا يقول لنا ايه ومضوا به الى حنان اولا لانه كان حمى قيافه الذي كان رئيسا للكهنه في تلك السنه رئيسا للكهنه في تلك السنه، يحدد لك السنه، يبقى حدد لك العلاقه ما بين قيافه وحنان، وحدد لك السنه، وحدد لك الحدث اللي تم، وحدد لك المكان دار رئيس الكهنه، حدد كل ده. ويجي شاهد ما شافش حاجه، ويقول لي لا ما حصلش. طب قدم لي شاهد او قدم لي برهان، يقولك لك لا هو كده ما حصلش. آه أصله متى ما ذكرش العلاقة ما بين قيافة وحنان إنما يوحنا ذكر العلاقة ما بين قيافة وحنان فأنت عندك هنا تناقض في القصة الكتابية فأكيد الصلب ما تمش آه oh ريلي really. ما يا جماعة إذا كان زي ما بيقولوا في المثل المتكلم كذا يبقى المستمع كذا هو هو بيتكلم لمين؟ ودي ورطه الدكتور منقذ وكل الذين يسيرون على نفس النهج. عايز واحد فيهم كده يطلع يقول لي الادله القرانيه على عدم صلب المسيح، ملوش دعوه بالكتاب المقدس. اعتبر الكتاب المقدس مش موجود. اعتبره مش موجود، طلعه من دماغك. اعتبره فعلا مش موجود وجيت عند نص بيقول فيه انه وما صلبوه وما قتلوه وطلع لي ايه اللي يرضيك ويرضي عقلك من براهين تصدق العباره دي اللي قدمهولك في النص ده يجعلك تصدقه ما ممكن اقول اي كلام بس علي اثبت ما اقول علي اثبت ما اقول والحق الكتابي المرتبط بصلب وموت وقيامه المسيح مبرهن ومثبت ومؤكد ببراهين كثيره في الكتاب المقدس الحقيقة دي موجودة، أن المسيح قد تمت محاكمته من قبل رؤساء الكهنة. إيه تاني؟ وقت المحاكمة حصلت حاجة غريبة جدا. واحد من تلاميذ المسيح اسمه بطرس. المسيح كان قال له قبل كده إنك أنت يا بطرس هتنكرني وهتنكرني ثلاث مرات. انه فعلا بطرس انكر المسيح ليه ما ذكرهاش دي رسول الاسلام لانه ما اعرفش عنها حاجه ما اعرفش عنها حاجه ويمكن ما اعرفش عن بطرس اساسا انه يخلينا نقرا انكار بطرس يقول كده في متى 26 فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكني ثلاث مرات فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا انكر بطرس مرقس 14 وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قال له يسوع انك قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاثة مرات وفي انجيل لوقا اصحاح 22 نقرا كده وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا. ماذا عن يوحنا؟ فانكر بطرس ايضا وللوقت صاح الديك اللي اخر مره انكره فيها. تفاصيل دي مهمة. لأنها تأكيد للحدث. وقت محاكمة المسيح في من أمام محاكمة المسيح من قبل رؤساء الكهنة كان الذي يتبع المسيح بطرس وبطرس دخل دار الولاية وجلس مع الناس اللي بتتفرج وهناك أنكر المسيح. الحقيقه الثانيه. يبقى يعني الحقيقه الاولى اللي الاناجيل الاربعه متفقه عليها ان المسيح قد تم القبض عليه. الحقيقه الثانيه اللي الاناجيل الاربعه متفقه عليها ان المسيح قد تم محاكمته من قبل رؤساء الكهنه. بتفاصيلها. الحقيقه الثالثه بقى ان المسيح قد تم محاكمته من قبل بيلاطس البنطي. اه من قبل الحاكم الروماني بيلاطس البنطي. وبيلاطس البنطي حكم تقريبا أنا مش في 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 يعني مش في فكري الـ الـ السنة بالضبط لكن غالبا ما بين سنة 27 إلى 37 ميلادية في ده. محاكمة المسيح من قبل بيلاطس البنطي. هل ذهب المسيح ووقف أمام بيلاطس؟ بكل تأكيد. ولماذا؟ لأن اليهود لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الصلب في المسيح إلا من خلال الرومان. مش أي حد يحكم على حد وي وي وينفذ فيه الحكم. السلطة الرومانية هي السلطة الأعلى هم المحتلين البلد. فكان لازم ان ياخدوا المسيح ويودوه الى بيلاطس وبيلاطس يصدر حكم الصلب فيقوم الجنود الرومان بتنفيذ حكم الصلب نشوف كده ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه فاوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. وبيلاطس البنطي شخصية تاريخية. عندنا آثار مكتوب عليها تذكارا لبيلاطس البنطي. ومذكور أيضا في الوثائق الرومانية القديمة عن بيلاطس البنطي. يعني مش قصة خرافيه او شخصيه ملهاش وجود بيلاطس البنطي يمكن التاكد من تاريخيته من مصادر بره الكتاب المقدس. وبالتالي رسول الاسلام لا يعرف شيئا عن بيلاطس البنطي. ولا يذكر لنا شيئا عن بيلاطس البنطي. ولا يذكر لنا أن بيلاطس هو الذي حكم على المسيح بالصلب هو يكره اليهود يكره اليهود فكل فكره هو في هذا الإطار عشان كده في مرقس 15 يأكد نفس الحقيقة وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس في ثلاثة 23 فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتداوا يشتكون عليه وهنا تتحول الشكايه من تهمه دينيه الى تهمه سياسيه من انه مجدف الا الى انه يدعي انه ملك وبالتالي يضع رأسه برأس القيصر أه؟ وهنا تتحول الى تهمه سياسيه يوحنا ثم جاءوا بيسوع من عند قيافه الى دار الولايه اللي هو دار بيلاطس الأربع انجيل التفاعل الحقيقه دي قل لي يا شيخ منقذ قل لي كده ربنا يخليك هو ليه القرآن لم يذكر شيء عن بيلاطس؟ هو ليه لم يذكر شيء عن محاكمة المسيح من قبل الحاكم الروماني؟ طب هو ليه ما ذكرش شيء عن قيافة؟ أو عن حنان؟ أو عن إنكار بطرس؟ ممكن تقولي سبب؟ هتقول لي أصلو دول ما يهمهم ما يهمناش. دول ما يهموناش في شيء إحنا كل اللي يهمنا هو شخص المسيح. هو الشخص المسيح ده كان عايش لوحده؟ ولا كان عايش مع ناس؟ هو هو تمت المؤامرة ضده بدون وجود الناس ولا من خلال الناس اللي كانوا حواليه؟ طب مين هم قادة اليهود اللي هم غضبوا على المسيح؟ وحكموا عليه بالصلب. قول لنا قول لنا معلومه. نورنا شويه. لكن طبعا مش هيقول لانه ما عندهوش. طيب سؤال بيلاطس ما هو السؤال اللي طرحه بيلاطس للمسيح؟ ايه هو السؤال الجوهري اللي بيلاطس طرحه للمسيح قول لنا يا شيخ منقذ من القران في متى 27 يقول كده فوقف يسوع امام الوالي اللي هو بيلاطس فسأله الوالي قائلا اانت ملك اليهود ده سؤال أأنت ملك اليهود؟ فقال يسوع أنت تقول ده في متى 27 مرقس نفس الشيء فسأله بيلاطس أأنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال أنت تقول نفس السؤال يعني الأربع أناجيل متفقين على ان المسيح وقف امام بيلاطس ليحاكم من بيلاطس وبيلاطس وجه له اسئله محدده هذه التفاصيل يا دكتور منقذ الا لا تعني شيئا بالنسبه لك؟ هنا في لوقا فساله بيلاطس قائلا اانت ملك اليهود فاجاب وقال انت تقول في يوحنا 18 ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له اانت ملك اليهود يعني السؤال ذكر في الاربع اناجيل يا دكتور منقذ يعني بيقول لنا ايه بيقول لنا تفاصيل عن المحاكمه بيقول لنا ديتيلز عن اللي حصل. بيقول لنا الحقائق التاريخيه اللي حصلت. يا دكتور منقذ احترم عقولنا. او كنت اتمنى ان القرآن يحترم عقولنا. وعندما يتناول قضيه تاريخيه لان صلب المسيح وموته قضيه تاريخيه. وليست قضيه غير مرتبطه بالتاريخ حتى لو شبه له فهي مرتبطه بالتاريخ انه يقول لنا تفاصيل احداث اشخاص اماكن زمن طيب كان في واحد اسمه باراباس يا دكتور منقذ طبعا يعني انت تكلمت عنه أليست هذه تفصيله مهمه جدا في وقت المحاكمه بتقول لي حاجه مهمه جدا عن شخص تاريخي اسمه باراباس ده شخص تاريخي كان محكوم عليه بالموت لاجل تهمه واتكلمنا عن التهمه بتاعته انه سرقه وفتنه وقتل هو كل اللي انت عملته هو هو انهي تهمه اللي 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 التي ارتكبها باراباس؟ وحاولت تظهر ان هناك تناقض بين الاناجيل في التهمه التي وجهت لباراباس. نفس الشخص ممكن يوجه لي اكثر من تهمه. قاتل؟ يا سارق؟ نعم. صاحب فتنه؟ نعم. شوف يوحنا وكان لهم حينئذ اسير مشهور يسمى باراباس كان مشهور لانه كان بيقاوم الرومان وفي مقاومته للرومان كان بيسرق سواء من الرومان او الذين يتعاونون مع الرومان ولانه ضد الرومان فهو صاحب فتنه وفي احدى فتنه تم موت احد فالتهمة بالقتل ايزي سهلة مرقص 15 وكان يطلق لهم في كل عيد يطلق لهم في كل عيد اسير ودي حاجة محدش عرفها غير الشخص اليهودي اللي عايش في اليهودية زي زي ما بيحصل عندنا في مصر يجي كده على عيد الاضحى او على عيد الفطر ويعمل ايه؟ يطلع قرار من رئاسه الجمهوريه بالافراج عن مجموعه من الناس. سواء مساجين سياسيا او مساجين بتهم ارهابيه او سجين حسن سير وسلوك وريفر، لكنه احنا عندنا في مصر بيطلع قائمه، صح؟ مين اللي يعرفها؟ لو جبت واحد من المغرب يقولك انا ما لكن لو جبت واحد عايش في مصر يقولك اه بيحصل كذا واخر مره واخر مرة حصل انه فلان وفلان, وفلان 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 تم الافراج عليهم. كويس؟ طيب، اخد مداخلة وارجع اكمل الاخ احمد من مصر. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور اهلا بيك. احييك على حلقتك، أنا عندي بس استفسار انا, شور. أنا مسلم بس كان في استفسار دايما بي... دايما طيب طب بكل تأكيد. القرآن بيقول وما صلبوه وما قد وما قد قتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم مم. صحيح معنى الشبه لهم ان النبي محمد بيقول ان هو شبه لهم وبيقر ذلك وهذا معناه ان في فعلا حدث ظاهري ظهر قدام الناس والناس شافوا حد بيتصلب تمام سمعت. السؤال السؤال اليس كان أج... يعني اجدر برب محمد وربنا ان هو يخفي يعميهم عنه مثلما فعل في الهجره النبويه؟ مم. أليس كان أجدر به أيضا أن ينصره عليهم ويزيده من معجزه من التي أعطاها له مم. على إنه عيسى؟ ثالثا ألم يجدر به أن يفعل أي شيء ليمحي الضلال الذي سيأتي الذي سيقال عليه المسيحية؟ التشبيه ده هيجعل الناس يصدقوا انه طلب معي للبشريه فماذا يريد الله من البشريه إذن في الاخر سيد الفاضل القران يقر بصلب المسيح سمحني. هذا رايي خاص. طيب اشكرك اخ معايا حضرتك اه معاك اشكرك طب انا 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 عندي عندي كم سؤال ممكن يعني اتكلم مع حضرتك شويه عندك وقت؟ الو طيب الخط قفل طيب هو بيقول انه يعني الله ممكن يعمل معجزة وينقذ المسيح وهو يعني الله يستطيع أن يفعل هذا وأنا معاك مية في المية ربنا يقدر يعمل كل شيء وهو اللي شق البحر وعد شعبه من البحر والمسيح صنع معجزات كثيره وكلنا نؤمن بقدره الله على يعني يدعو الاشياء الغير موجوده وكأنها موجوده، يقول فيكون ويأمر فيصير. كلنا متفقين على كده وده ايماننا بشخص الله. لكن حبيبي احنا بنتكلم عن حدث تاريخي. حدث تاريخي مثبت تاريخيا. ومذكور بتفاصيله من 600 سنة قبل رسول الإسلام واللي كتبوا كتبوا هذا كانوا شهود منهم متى ومنهم يوحنا يعني عشان ايه ما نخشش في الدوامه بتاعه مرقس ولوقا مع ان دول ايضا كتبوا بتدقيق مرقس كتب على لسان بطرس ولؤى كان مرافق لبولس وتتبع كل شيء بالتدقيق يعني رجع للمصادر الأساسية كويس وكانوا عايشين وعارفين وكتبوا بالتفاصيل اللي أنا بتكلم عنها دي أحداث صلب وموت المسيح لما تجيلي أنت بعد 600 سنة وتقول لي لا هو لم يصلب لكن شبه له انت 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 بتعمل ايه انت انت عشان تقول الكلام ده لازم تاتي بمثل ما اتوا هم من براهين وادله تاريخيه كثيره جدا لكن انت ما قدمتليش اي حاجه انت نفيت الحدث التاريخي المثبت من 600 سنه ولم تقدم لي بالمنطق برهان واحد ده ده اللي احنا بنقوله قدم لي برهان واحد حتى في قضيه الشبه والشبيه هناك حتى ائمه مسلمين عندهم بعض المشكلات الكثيره المرتبطه بهذه به القضيه لكن ده مش مجالي دلوقتي فنحن نتحدث عن شيء تاريخي حدث يا يكون تم يا ما تمش يعني انا وانت نتفق عن الخروج من مصر تم وان ربنا صنع معجزات في ارض مصر وخرج شعبه الكتاب المقدس ذاكر الضربات العشر والقران بياكد الحقيقه دي. طب انا لما اتكلم عن الصليب وبالتفاصيل دي كلها والصليب مؤكد وموت المسيح مؤكد كيف لك ان تجرؤ ان تاتي بعد 600 سنه وتقول لي هذه الحقيقه لم تتم. ده كل اللي احنا بنتكلم عنه. لكن اشكرك اخ احمد على مداخلتك. وانا اسعد بالتواصل معاك في اي مره تحب تتصل بينا وتتكلم معانا فاتكلم عن باراباس باراباس ده شخصيه معروفه يقول هنا وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد دي عاده هنا بيتكلم عن عاده موجوده من اليوم اللي تم فيه استلاء الرومان كويس على 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 الـ 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 اليهوديه آه وحكمهم لليهوديه صارت هذه عاده كل سنه اطلق لكم اسير وهنا فصرخوا بجملتهم قالين خذ هذا واطلق لنا باراباس فصرخوا ايضا جميعهم قالين ليس هذا بل باراباس نيجي الحقيقه الرابعه الحقيقه الرابعه زي ما قلت الحقيقه الاولى حقيقه القبض على المسيح الحقيقه الثانيه حقيقه, حقيقة محاكمته من رؤساء الكهنه الحقيقه الثالثه حقيقه, حقيقة محاكمته من قبل بيلاتوس البنطي الحقيقه الرابعه حقيقه موته حقيقه موته انه نفس الشخص وليس شخص اخر نفس الشخصيه شخصية يسوع المسيح وليس شبيه للمسيح يقول لنا هنا حقيقة الصلب شوف نقرأ عن حقيقة الصلب اللي أكد لي أن نفس الشخص قد تم صلبه قال له الجميع هنا الجميع اللي هم الجمهور اليهود ليصلب ماذا أفعل بالمسيح اليهود قالوا إيه ليصلب فقال الوالي وأي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب في مرقس 15 فصرخوا أيضا اصلبوا فقال لهم بيلاطس وأي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اصلبوا في لوقا 23 فصرخوا قائلين اصلبوا اصلبوا في يوحنا 19 فلما رأى رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين اسلبوا اسلبوا نفس الشخص اللي قابضين عليه وليس شخص آخر نفس الشخص اللي واقف قدام رؤساء الكهنة ليحاكم هو نفسه اللي واقف قدام بيلاطس ليحاكم هو نفسه الذي تصرخ الجموع أيضا وتقول اسلبوا اسلبوا حقيقة الصلب شوفوا طب عمل ايه بيلاطس بيلاطس لا يمتلك شيئا الا ان يسلم المسيح ليصلب حاول محاولات كثيره لكن كل محاولاته فشلت يقول كده واما يسوع فجلدوا واسلموا ليصلب ومضوا به للصلب متى 27 في مرقس 4 15 واسلم يسوع بعدما جلده ليصلب ولوقا 23 واسلم يسوع لمشيئتهم ويوحنا 19 حينئذ اسلموا اليهم ليصلب فاخذوا يسوع ومضوا به طيب اخذ مداخله الاخ زيتوني الو دكتور عزم اهلين اخ زيتوني كيفك ازيك لعلك دكتور لعلك تكون كويس تبالي. لعلك تكون بخير انت واسرتك الحمد لله الحمد لله والله تحشكوا صدقني مفتقدينك يا اخي زيتوني اهلا بك ومرحبا بك شكرا بيك. شكرا 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 بالله الدكتور دكتور عزمي اتركك من الدكتور المقدس السقار هذه عقيده مسيحيه وعقيده اسلاميه نحن عندما نتكلم لا نشخص البشر العبد لا يشخصن ممكن أن تكون أنت على حق أو أنا أكون على كل إنسان من منظوره ومن ثقافته يظهر له أنه حق أو باطل. نحن نقول عندما نقرأ الكتاب المقدس ليس باسم الدكتور عزمي أو القرآن ليس باسم الدكتور مقدس الثقاف هناك أفكار ونحن نناقش الأفكار ونناقش دكتور عزمي لا لا يملك الحقيقة الكاملة. ولا الدكتور ولا الدكتور مقفز ولا اي حد طيب نعم انا انا اسالك الكتر. ممكن ممكن اسالك يا اخو زيتوني لانك وحشتني في نعم. الحوار معاك شكرا شكرا وانا ايضا الدكتور اوكي عزمي. هل هل يا اخ زيتوني مثلا لما اقول أه الاحتلال الفرنسي للجزائر مثلا اخذ كمثال نعم او الاحتلال الانجليزي هو حقيقه هو حقيقه هل هو حقيقه ولا مش حقيقه؟ هو حقيقي. انا النهارده انا النهارده لو جيت وقلت انا اشك في انه الجزائر كانت محتله من قبل الفرنس انت هتقول لي أنا حقيقة دكتور انت هتقول لي لا انت غلطان صح لانه ده حقيقه حقيقه اقول حقيقه بالظبط حقيقه وعندك البراهين صح مش عندك نعم البراهين أنا عندي البراهين وعندي حقيقه إنها طيب حقيقه هو نفس الموضوع ولكن بنفس الطريقه يا اخي يا نعم نعم انا نفس ما انا عندما اتكلم اتركك من القران وانا اشكرك عندما تقول رسول الاسلام والحمد لله اخ زيتوني الو يا اخ زيتوني هو الخط وقع شباب طيب. معلش يا أخ زيتون الخط وقع غالباً، صدقني آه أنا أنا كان نفسي أكمل معاك الحوار يعني بس غالباً من عندك أنت الخط قطع. آه 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 عموماً أنا برحب بيك وبقول شكراً يعني على عودتك للبرنامج من تاني وأتمنى دايماً التواصل مع حضرتك بهذا الرقي وهذا الفكر اللي عندك. طيب فالمسيح يصلب هنا حكم عليه بالصلب مكان الصلب مكان الصلب هل مكان الصلب معروف لماذا لم يذكر لنا رسول الاسلام اي شيء عن مكان الصلب لانه لا يعرفه لا يعرفه فاين يقول لنا مكان الصلب ومكان تنفيذ حكم اللي هو مكان تنفيذ حكم الصلب الجلجثة يقول هنا ولما اتوا الى موضع يقال له جلجثة يبقى المكان معروف وليه اسم وجاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمه ولقى 23 ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمه يقول هنا ايضا انه في يوحنا 19 فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمه ويقال له بالعبرانيه جلجثه يعني حدد لي بالظبط مكان الصلب صلب واتصلف فين؟ في انهي حته؟ الحقيقه الخامسه عشان الوقت في عجاله الحقيقه الخامسه حقيقه موت نفس الشخص الذي صلب هو نفس الشخص الذي مات ودفن هو نفس الشخص طب اللي بيأكد لي كده يقول الكتاب وأسلم الروح وهو على الصليب أسلم الروح مش شخص آخر ده هو والكلمات اللي قالها على صليب تؤكد مين هو ده كويس وأسلم الروح فسأل الروح وصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح ولما قال هذا أسلم الروح ونكس رأسه وأسلم الروح بمعنى إيه بمعنى مات مش أغم عليه كويس نساء كنا واقفات عند الصليب وهنا شواهد كثيره في الاناجيل الاربعه عن النساء الذين كنا باسمائهم الذين كنا عند الصليب عملوا ايه بقى دول قبر يوسف الرامي مين هو يوسف الرامي المكان وكيفيه والكيفيه التي دفن بها يسوع يقول لنا كده ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامه اسمه يوسف شخص غني وكان عنده قبر لم يعني عمله ليه هو جديد نحته في الصخر وطلب جسد يسوع وهو تلميذ ليسوع ومش ممكن ابدا يغلط او يتلخفن وياخد جسد اخر ونفس الحقيقة ذكرها أيضا مرقس جاء يوسف الذي من الرامة والوقت 23 وهذا رجل اسمه يوسف كان قد تقدم لبيلاطس ويوحنا 19 ثم ان يوسف الذي من الرامه بيقول لي عن الشخص وبيقول لي عن المكان اللي عنده وبيقول لي عن القبر طبيعته ايه وبيقول لي عن الكيفيه التي انه لف جسد المسيح بكتان كل ده موجود تفاصيل موجوده بتاكد لي حقيقه انه المسيح مات ودفن في عجاله اقول انه الاناجيل الاربعه كلها اتفقت على خمس حقائق تؤكد لنا أن يسوع صلب ومات يسوع تم القبض عليه يسوع حكم من الرؤساء الكهنة يسوع حكم من بيلاطس البنطي يسوع صلب وأسلم الروح يسوع مات ودفن كل هذه الأدلة والبراهين من الأناجيل تنفي ما يقوله القرآن وتنفي ما يدعيه أو يدعيه رسول الإسلام أن المسيح لم يصلب وده اللي أكده الكتاب المقدس نحن نؤمن أن يسوع المسيح مات ودفن زي ما نؤمن أيضا أن المسيح قام وظهر هذا هو ايماننا المسيحي والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون مع حضرتكم